كما أكد لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن العقوبات الغربية تلعب دوراً كبيراً في الإضرار بإمدادات الغذاء العالمية. أضاف لافروف أن المباحثات تضمنت تناول عدد من القضايا الإقليمية، مؤكداً أهمية إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب ضرورة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية. هناك تفاهم مشترك حول أسباب الأزمة العالمية والأزمة الغذائية، وعلى مدى سنوات ماضية كبيرة كان هناك تبادل كبير بين مصر وروسيا أثر عليه بشكل كبير الكورونا وانتشار تلك الجائحة في العالم. في مصر بين روسيا وأفريقيا هناك علاقات كبيرة. في الأوضاع الحالية هناك عقوبات فرضت بشكل كبير على روسيا، وهي تعيق بشكل كبير تطوير علاقاتنا مع الدول الأفريقية، وبما في ذلك عقوبات تتعلق بأمور وعوائق جمركية وعوائق في الموانئ الدولية. لقد تحدثنا أيضا عن العديد من الموضوعات الأخرى التي تحتل الاهتمام المشترك من الدولتين، خاصة فيما يخص دور مصر في إفريقيا وشمال أفريقيا. تحدثنا أنه يجب أن نتخلص من هذه الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط، خاصة الصراع العربي الإسرائيلي، ونؤكد على ضرورة تسوية هذا الصراع واستئناف المفاوضات على خلفية المجموعة الرباعية الخاصة بتسوية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بوساطة مصرية. ويجب أن يتم إنشاء دولة فلسطينية، وأن يكون هناك حل للدولتين وتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. تحدثنا عن ليبيا، حيث نرى أنه يجب أن يتم دعم الأمم المتحدة في مسعاها لتسوية الأوضاع في ليبيا.